على الظالم يرجع لك، إما أن تعفو وإما أن تدعو، وهذا الأمر يرجع إليك. لا، الله لا يجبرك على العفو ولا يجبرك الله عز وجل على الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العباد، ليس عن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وقال الله عز وجل: وعزتي وجلال لأنصرنك ولو بعد حين. والله عز وجل في المقابل يقول في كتابه الكريم، يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فالله عز وجل لم يجبرك على العفو ولم يجبرك على الدعاء، فلهذا الأمر يرجع إليك. في بعض الناس تطيق الظلم وتقول: حسبي الله ونعم الوكيل. وفي أناس لا تطيق الظلم فتقول: اللهم إني مغلوب فانتصر. فالأمر إليك ليس لأحد سواك.